الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن السلام، وقد كثر الحديث عن السلام وأنه مقصد أساس ورئيس من مقاصد هذه الشريعة، ولا غرو ولا عجب أن يرمى دين السلام وهو الإسلام، لأنه دين الإرهاب ودين القتل ودين سفك الدماء، كما يروج كثير من أعداء هذا الدين العظيم. وأريد أن أضع بين يدي هذا الموضوع هذه المقدمة. عندما صعدت المنبر قبل الأذان الثاني ماذا قلت؟ السلام عليكم. وعندما نتمنى ونتشوف ونتطلع في أعمالنا الصالحة، نتطلع إلى أين؟ إلى الجنة التي سماها الله عز وجل دار السلام، فقال: والله يدعو إلى دار السلام. بل إن الإسلام العظيم وشريعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم قدست السلام، فجعل الله عز وجل السلام اسما من أسمائه، فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى. إذن تحية المسلمين السلام، والجنة التي يتشوفون إليها تسمى دار السلام، واسم مقدس من أسماء الله الحسنى يسمى السلام. بل إن للسلام شأنا عظيما في هذه الشريعة وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قد ينصرف ذهن كثير من الناس على أن السلام شأن شخصي ومطلب فردي، وهذا خطأ كبير أيها الإخوة الأكارم، لأن السلام في الشريعة الإسلامية ليس أمرا شخصيا، بل مطلبا دينيا نتعبد الله عز وجل به. وإليكم الأدلة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. وأرجو أن ننتبه إلى هذا المثل الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فجملها وحسنها فترك موضع لبنى، فجعل الناس ينظرون إلى هذا البيت يقولون: ما أحسنه، أو إلى هذا البناء: ما أحسنه، ما أجمله لولا هذه اللبنة لو وضعت. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثم أشار في حديث آخر ليدلل على معنى هذا المثل، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: الأنبياء إخوة لعلات، يعني ضرائر. الأنبياء إخوة
محلات ضرائب، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بدين الإسلام، وأعني بدين الإسلام هنا حتى لا يتشنج بعض الذين لا يقرؤون. المقصود بالإسلام هي عقيدة التوحيد، فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعقيدة التوحيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني عقيدة التوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يعني كما يفهم كثير من العامة أن الخلاص وأن الجنة حكر وحصر ومقطوعة فقط على المسلمين، لا أبدا. المسلمون هنا بالمعنى العام كل من جاء مؤمنا بالله وحده سبحانه وتعالى، وإن اختلف نبيه وإن اختلفت شريعته سيدخل الجنة، لن تكون الجنة للمسلمين فحسب. هناك أمم قبلنا وهناك أناس يعيشون على هذه البسيطة، فما ينبغي أن نحتكر الخلاص. وفكرة احتكار الخلاص فكرة إنجيلية، فكرة بعيدة كل البعد عن حقيقة ومقاصد هذه الشريعة. إذا كان الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأرجو أن تدقق في هذه الآية، مثقال ذرة من خير سوف يراه. وقال تعالى وإن تك حسنة إن الله لا يضر مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فشريعة تجعل صاحبها يدخل إلى النار بهرة حبسها، وتجعل امرأة بغية تعمل، وأنتم كرامة في ذبح الفضيلة، امرأة بغية يعني هذه صنعتها، هذا الرزق الذي ترتزق من خلاله، إن صح أن نطلق عليه رزقا على خلاف بين العلماء إن كان الحرام رزقا. المهم هذه المرأة مع كونها بغية قال عليه الصلاة والسلام سقت كلبا، فشكر الله لها صنيعها. ما تحدث عن امرأة تصلي قيام الليل وتختم القرآن كل خميس الجمعة، لا، قال فشكر الله لها صنيعها فغفر لها فأدخلها الجنة. لماذا؟ لأنها كانت سلما وأنتم كرامة مع حيوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، قال الخلق، وأرجو أن ننتبه إلى هذا الحديث، الخلق كلهم عيال الله. ومعنى عيال أي يعونهم ويرعاهم. بعض الناس يظن يعني أبناؤهم، هذا معنى لغوي، يعولك أي يرعاك. الخلق كلهم عيال الله سبحانه وتعالى، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام أحبهم إلى الله الذي يصلي في الصف الأول في المسجد؟ هل قال عليه الصلاة والسلام وأحبهم إلى الله الذي يهتم بشكليات الإسلام التي هي من الدين وليست الدين كله؟ لا، قال الخلق كلهم، كلهم، ما قال مسلمون أو غير مسلمين، قال الخلق كلهم عيال الله. وأحبهم إلى الله من؟ أنفعهم لعيالهم. وأعجبني كلام لأحد شراح السنة يقول هنا الخلق تشمل الإنسان وغير الإنسان، يعني تشمل المخلوقات كلها، أليس كذلك؟ أليست الحيوانات وأنتم كرامة خلقا؟ بلى. فإذا رق قلبك على حيوان ضعيف تكون قد حققت فضيلة ودخلت قنطرة واسعة إلى رحمة الله وإلى مرضات الله. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإسلام ليس مطلبا شخصيا ولا وطنيا ولا قوميا، إنما هو مطلب ديني قدسه الله عز وجل فاختار اسما من أسمائه فجعله
الملك عليه السلام، وسمى الجنة التي يتمناها كل عاقل دار السلام، وجعل تحية المسلمين فيما بينهم السلام. هذا كمن يقول إن الطب كذا وكذا، لكن تعالوا هلم بنا إلى التطبيق العملي، إلى حياة سيدنا محمد وإلى تلاميذه صلى الله عليه وسلم. في أقل من قرن استطاع سيدنا محمد اللهم صل عليه وتلاميذه الأكارم الذين طبقوا الإسلام بأخلاقهم بسلوكهم قبل أن يهتموا بقضايا الشعائرية من الدين، وهي على العين ثم الرأس، لكن ليست بيت القصيد، ليست هي بيت القصيد أيها الإخوة الأكارم، هي من الدين. استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتلاميذه الأكارم في زمن قصير ومن خلال وسائل بدائية أن يفتحوا نصف العالم القديم أو العالم القديم من فرنسا إلى الصين بالسلام، بالأخلاق، بالتعامل الطيب، بالكلمة الطيبة، باحترام الرأي الآخر. كان صلى الله عليه وسلم يحترم النفس البشرية، وكلكم يذكر تلك القصة التي نذكرها، لكن ينبغي أن نقف عند تفاصيلها. كيف كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه فمرت جنازة لمن؟ لصاحبه، لصديقه، لابن عمه. مرت جنازة لمن؟ ليهودي. فقام لها صلى الله عليه وسلم. الصحابة قال: يا رسول الله، بالمناسبة هذا الفكر موجود، يا رسول الله هذا يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة ما زالت مدوية في سمع الزمان، قال: أوليس نفسا إذا رأيتم جنازة فقوموا لها. صلى الله على سيدنا محمد. الآن لنكن صراحة باعتبار أن أتحدث عن السراء أيها الإخوة. أخ صلبي أخوه من أبيه وأمه، تحصل بينه وبين أخيه خصومة، منازعة، من أجل مال، من أجل عقار، من أجل امرأة، من أجل كلمة، قل ما شئت. يوصي أولاده، يقول لهم: إن مات لا تخرجوا في جنازته ولا تتحركوا معه. سبحان الله، حتى في البرزخ الإنسان سبحان الله عندما يعني يتذكر أنه مقبل على الله عز وجل، الطبيعي، أنا أتحدث عن الفطرة الطبيعية، يلق قلبه ويقول أن هذه الدنيا قصيرة وأن هذه الدنيا لا تستحق، ولقد علمت فلا تكن متجنيا أن الصدود هو الفراق الأول، حسب الأحبة، يعني يكفيهم حسب الأحبة أن يفرق شملهم كأس المنية. ما لنا نستعجل؟ نتحدث عن السلام أيها الإخوة، والمرأة ليست سلما وليست سلاما على زوجها، والأخ ليس سلاما على أخيه. قبل أن نتحدث عن السلام العالمي، ينبغي علينا أن نتحدث عن السلام الفردي. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول لك: والله لا يؤمن، نفى عنه صلى الله عليه وسلم كمال وتمام الإيمان، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أعادها ثلاثا، خاب وخسر يا رسول الله. من هذا الذي نفى عنه رسول الله كمال وتمام الإيمان؟ قال: من بات شبعانا وجاءه إلى جنبه جائع وهو يعلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطلب منك أن تصون لسانك عن القدح في أعراض الناس، فلان طويل، فلان قصير، فلان سمين، فلان كذا، ما خلقته، فلان شكله، هذه من نواقض السلام، كأنها غيبة ونميمة وتكسر جسور التواصل بين الناس. فجاء سيدنا محمد بيننا أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج، الحج وما أدراكم الحج أمية غالية، قد يذهب الإنسان ولا يرجع، وقد يدخر المال حتى يؤدي هذه الفريضة العظيمة، هذه الفريضة العظيمة مع علو مكانتها وعلو شأنها وكعبها. قال: إذا حج الإنسان يغفر الله له ذنوبه كلها إلا حقوق الناس. ما معنى حقوق الناس هنا؟ أي إذا تكلمت على إنسان لن يقبل الله منك
كلمة نتحدث، لا تحدث عن الذي يحج ويأكل أموال الناس بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء. وما أدراك ما الشهيد؟ صاحب المكانة السابقة الباسطة. قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الأمانة، لأنها حق من حقوق الناس. لكن الإنسان قد تصيبه غفلة الصالحين، له نظرة شاردة، له هاتف طائش، له حديث عابر، فيستغفر الله ليغفر الله له. أما أن يقدح في إنسان، أما أن يتهم إنسان، أما أن يتآمر على إنسان، أما أن يقول إنسان أهلاً وسهلاً ويضحك ضحكة ماكرة خبيثة. وقال تعالى: وما في صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم، أثبت الله في القرآن الكريم أن المؤمن قلبه طيب. ها أنتم أولئك تحبونهم، قال تعالى: ولا يحبونكم. فينبغي على الإنسان أن يتعامل بأخلاقه. ملكنا فكان العفو منا سفية، فلما ملكتم سال بالنبي أبطحوا. حسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لذلك أيها الإخوة الأكارم، المسلم يكون سلما على أهله، سلما على أولاده، سلما على أصدقائه، لا يكون والعياذ بالله حربا. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم، اللهم صل على معلم الناس الخير. ما أجمل هذا الحديث. قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروم عنك كما يروم الثعلب. وما أكثرهم، وما أكثرهم. لذلك الإنسان يتعامل بإخلاقه، إلا إن ظهرت له قرينة بينت أن هذا الإنسان خبيث الطوية، قلبه أسود، يكسر جسور التواصل. هنا نقول له: قف، حتى لا يتمادى في غيه أو في غيه، وكلاهما صحيح. المهم أيها الإخوة الأكارم، السلام ليس حديثا عن أمر استهلاكي قبل أن نصل إلى السلام العالمي، لنكون مسالمين مع أرحامنا. أنا لا أتحدث عن الأخ في الله. الآن أخوك أصابته فاقة، عطه الدهر بماله، فاضطر أن يسكن عندك في البيت، وعندك ساعة، وعندك مكان، وعندك يعني وسائل راحة. تتحرك عقارب البغضاء وشياطين الإنس من النساء والرجال. هل أخوك سيبقى عندنا؟ يا زوجي، هذا رجل هدم بيته، إنسان هجر من أهله، فقد ماله، وقد كان ذا شأن. ما أريد أن أخذ راحتي في البيت، راحتك مبذولة، يمكن أن تدور الدائرة علينا. والإنسان ينبغي أن يكون يعني صاحب قلة، ثم يتحدثون: هل أذن الظهر؟ ما هذا؟ أيها الإخوة الأكارم، الإشكالية والكارثة أن الناس ما زالوا ينظرون إلى الدين على أنه مسألة شعائرية. الصلاة شيء، وأكل مال الناس بالباطل شيء آخر. هذه كارثة. الإسلام منظومة أخلاقية كاملة. ولو نظرنا، من يتحدث عن السلام، لو نظرنا إلى العبادات كلها، صياما وزكاة وحجا وكل الفرائض، كلها لها مقصد هو الحب، السلام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا سلام. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني تطهر الأغنياء من الأثر من البخل، وتزكيهم بها، وتطهر أيضا الفقراء من الغي والحقد على الأغنياء، وتزكيهم بها. هذه أخلاق لسيم. لذلك صلى الله عليه وسلم عندما يحدثنا عن السلام يحدثنا عن الأخلاق. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى السلام. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا علاقته مع غير المسلمين ضرب الله على أمثلة. بل إن يعني الهرمزان كما يقال، صاحب الفرس، لما جاء إلى سيدنا عمر رآه نائما، قال: لقد حكمت فعدلت فأمنت فنمت. تعجب،
من هذا الرجل الذي كان تلميذا من تلاميذ سيدنا محمد. كان الإسلام سلما على الجميع، اللهم صل عليه. عندما نقرأ في التاريخ أن الناس وصلوا إلى مرحلة أن صاحب المال يعني الدولة الإسلامية أخذت ترسل الذين ينادون ويسألون عن الذين يحتاجون الزكاة، أين الغارمون يعني أصحاب الغرم عليهم دين، أين من يريد الزواج والعفاف، لا يجدون، لأن الإسلام قد أغنى الناس. هذا سلام، لكن كيف وصلوا إليه؟ وصلوا إليه بعقيدة، وصلوا إليه الإنسان الذي يخرج عن ماله طواعدة، لأنه يعتقد أن هذا الأمر قيمة دينية يتعبد الله بها. هذا لا تجده عند غير المسلمين، الإنسان يخرج عن ماله بالمعنى التعبدي. أنا لا أتحدث لمن يريد السمعة ويصور وكذا محسن الكبير والصغير، أنا أتحدث عن أولئك الذين يكونون من الأخفياء. حتى أن الإسلام كان سلما مع المرأة، يعني امرأة تقف في وجه سيدنا عمر الذي كان الناس من هيبته يفرون منه، هو يخطب الناس تقوم امرأة. يعني بالمناسبة ما كان في زمن النبي مصلى للنساء، وما كان هذه مسألة أبحثها فيما بعد. قامت امرأة وعمر يخطب، قالت له كيف تحدد المهور؟ كيف تحدد المهور؟ والله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هل قال لها صهر؟ يعني اسكتي، أنا أمير المؤمنين وأنت امرأة؟ لا، قال رضي الله عنه في كلمة رائعة من رجل عظيم، قال ذا أمام الناس أخطأ عمر وأصابت امرأة. أليس هذا سلما وسلاما أيها الإخوة؟ الآن في البيت إذا تكلم الولد اسكت، كما يقولون في بلاد الشام حكمت لي وانشرح صدري، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يطالبه أن يكون سلما على أصدقائه وأن يكون أمانا على الناس. إذا كان هناك قمع وحكم فردي في البيت بين قوسين كما يقول علماء الاجتماع والديمقراطية، يعني كان مستبدا برأيه اسكت، ما علاقته؟ أنت تفهم أكثر من أبيه؟ ولا هو قال بشار بن برد: ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي، يعني الريش الناعم، فإن الخوافي الريش الناعم في الجناح جناح الطير، فإن الخوافي قوة للقوادم. الطائرة إن لم تفتح أجنحتها الصغيرة كان هناك خلل في التوازن، ضغط الهواء ويمكن أن تسقط، فلا تقل هذا السلم. كيف تطلب السلام ويتشدقون بالسلام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن بعيدون عن السلام في بيوتنا مع أزواجنا مع أهلنا مع أرحامنا. من أراد أن يتحدث عن السلام أيها الأخوة الأكارم قبل أن يتحدث عن كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن السلام، فلينظر إلى بيته، فلينظر إلى أهله، فلينظر إلى معاملاته مع عماله. بعض الناس عنده قمع باعتباره موظفا، وينظر أن هذا الإنسان عطاؤه يعني راتبه في آخر الشهر هو يعني الدخل الوحيد له، فتكون هناك انتهازية غير كريمة، فيذل رقاب الناس ولا يحترم عماله ويهددهم بقطع أرزاقهم، ورزاقه الله عز وجل، لكن أراد أن يكون همزة قطع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا سلام. ثم يتشددون: نريد أن نبين للناس أننا مسلمون وأننا لا نريد قطرة دم. كيف إذا الإنسان أصلا لم يكن متصالحا مع ذاته؟ الموضوع طويل ومتشعب، والوقت ضيق، وعيني دائما على الساعة. إن شاء الله تعالى هناك تفاصيل ونماذج رائعة عن أخلاق سيدنا محمد اللهم صل عليه وصحبه الكرام والسلف الصالح في تحقيق معنى السلام مع أدق خلق الله. هذا ما أبحثه إن شاء الله تعالى بعد الخطبة في درس السؤال والجواب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد من شكر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أكرم من سئل ويا أكرم من أعطى وما بخل، طرقنا باب عزك بذلنا وافتقارنا فلا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا السلم والسلام والأمن والأمان برحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام في أنفسنا وفي أوطاننا وفي بيوتنا برحمتك يا رب العالمين، وأمنا من أهوال يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا وترفع بها درجاتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد، وارحم شيخ زايدا وشيخ راشدا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا يا رب العالمين يا رب العالمين. لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته، انصرنا على من عادانا انصرنا على من عادانا، ولا تجعل للكائنين والحاسدين والحاقدين علينا سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرأوا يا مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما به برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.